السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في منطقة كاشستو، جينا نصور شقة مساحتها 135 متر مربع، 3 غرف وصالة، الدور السابع. أول ما نخش من المنطقة، منطقة الهول، البوابات التركية عالية الجودة والأمان. نجي هنا على اليسار على الصالة، مساحة الصالة ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة ومجمع جديد صفر، وهذه الإطلالة زي ما شايفين إطلالة على البحر من الصالة. نجي هنا مخرج من الصالة للبلكونة، هذه الإطلالة الخلفية الطبيعة، وهنا راح يتزفلط الطريق زي ما انتم شايفين، يتزفلط الطريق يصير طريق عام رئيسي، وهذه الإطلالة على البحر من البلكونة. في مخرج البلكونة أيضا من المطبخ، مش راح نفيد الحين. نطلع من الصالة نجي هنا على اليسار على المطبخ، دولي بالمطبخ راكبة وجاهزة، وفي مخرج البلكونة زي ما قلنا قبل شوي. هذا الغرفة الأولى مقابلها دورة مياه أولى يخدم الصالة والغرفة الأولى، بجوارها دورة مياه رئيسية مع مروش والكلوزيت والمغسلة، مقابلها غرفة ثانية نجي على غرفة الماستر. هذا غرفة، غرفة الماستر مساحتها حلوة، لها بلكونة خلفية، هذه الإطلالة من الخلف البلكونة الخلفية، هذه مساحة البلكونة، بلكونة صغيرة زي ما شرحنا سابقا. الطريق هذا راح يكون مزفلت، المجمع فيه مواقف مغلقة زي ما انتم شايفين، ونظام كاميرات مراقبة وحراسة، وهذه الإطلالة على البحر. سوبر ماركت شوق جدا قريب منها، والمطاعم والخدمات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.